السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس متابعينا الكرام عدنا إليكم من جديد لنوضح أكثر فيما يخص المناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار وهذا يوم الأحد الواحد وثلاثين من شهر جانفي ألفين وواحد وعشرين إذن سنود هذا الشهر بإذن الله تعالى على بعض الأمطار التي ستميز المناطق الجزائرية الساحلية الوسطى وأيضا الشرقية وبعض المناطق الشرقية الداخلية والهضاب العليا إذن ستكون الأمطار حاضرة في الفترة الصباحية من ولايات تيبازا الجزائر العاصمة بومرداس، تيزي وزو بجاية جيجل سكيك عنابة وطارف أيضا الأمطار ما بعد الظهيرة ستصل مناطق سقهراس جالما، قسنطينة ميلا سطيف برج بار رجل بويرا، البوليدا، أيضاً ولايه باتنا ولايه خنشلة وولايه بسه يعني شمال باتنا شمال خنشلة وشمال تبسه ايضا ولايه جمل ستكون معنيه بالامطار وايضا بعض الامطار الخفيفه المتفرقه ستشمل ولايه سمسيله ايضا ولايه تيارت وولايه غليزان مع, ايضا ولايات عين الدفلة والمدية ستكون على شكل زخار ضعيفة نسبيا نذكر متابعينا كرام الرياح ستكون قوية جدا يوم الغد ستشمل كل المناطق الشمالية للجزائر المناطق الشرقية الوسطى والغربية المناطق الساحلية وشمال الصحراء والواحات ومنطقة الصورة ما يؤدي إلى الرمال وزوابع رملية قوية إذا سرعة الرياح قد تتجاوز 70 كم في الساعة لذا نرجو أخذ كل الحيطة والحذر إذا هذا والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته